هذا المخيم في طبعته العاشرة عرف حضور متميز خاصة في نشاط الإلكترونيك. بولي تذكر أن المخيم يضم 3 أنشطة أساسية اللي هي علم الفلك، الإلكترونيك، وكذلك السمعي البصري. الحضور مقبول جدا، كانت عندنا 25 ولاية بالإضافة إلى الولاية المستقبلة جيجل، يعني 26 ولاية في المجموع. قلب التحكم عن بعد، هذه تقدر تتحكمنا في أي ماشين إلكتريك، أي ماشين إلكتريك أديستانس عبر الابليكاسيون تاعنا خادمينها. بازين على فئة الأطفال لأنهم هما مستقبل المجتمع، إذا هذا التطبيق فيه طرق تفاعلية مع الأطفال باش يقدر يتعلم لي باز ولا كيما نقولوا احنا لي برينسيب مبادئ علم الفلك.